طلاب راح أكمل إنه أنا دا أتكلم عن ال دي سب ام ديستنس، والدي سب ام ديستنس معناها إنه أنا عندي مسافة، وهذه المسافة من نوع نسميه مختلط. هذه المسافة من نوع المختلط مثل ما قلت هي تعتمد على الباث اللي بين البوينتس، وهالباث بين البوينتس ما راح اخذ كل الباث، راح اخذ اقصر مسار. اذا هنا اذا نتذكر الادجسنسي اللي كانت عندنا ام ادجسنسي والام كونكتيفيتي والام باث، كنا نتكلم عن الديجيتال باث، اذا هي هنا هذه هي الديستنس سب ام، معناها انه هي تعتمد على اليمن على المسار، لازم تاخذ ما اقصر مسار. حتى نفهم شلون تشتغل راح ناخذ هذا المثال. هذا المثال انا ايش عندي؟ عندي هذا الترتيب، طبعا هذا المثال موجود في كتاب غونزاليس، هو الكتاب المشهور بالنسبه للديجيتال ايمج بروسيسنج، واول كتاب للكاتب غونزاليس، رافائيل غونزاليس. أنا إيش عندي؟ عندي هذا الشكل بالترتيب، عندي P، عندي P1، P2، P3 و P4. عندي قيم الـ P1 والـ P3 متغيرة، مرة تاخذ صفر ومرة تاخذ واحد. قيم الـ P والـ P2 والـ P4 كلها قيمها واحد. إذا انتبه، أنا إيش عندي؟ عندي فقط الـ P1 والـ P3 هي المتغيرة، باقي الـ P والـ P2 والـ P4 هم ثوابت قيمتهم واحد. طبعا الـ V عندي هنا لازم يكون معرف، بما انه انا اذا اتكلم عن صوره باينري 0 1 اذا الـ V هو واحد، يعني منطقيا الـ V هو واحد. هسه نجي ناخذ الحاله الاولى، اذا كانت قيمه الـ P1 والـ P3 اثنيناتهم صفر، اجي هسه اعوض. ننتبه، انا وين دا اعوض؟ دا اعوض بهذا الشكل اللي عندي، هذا الشكل الـ P هذه قيمتها واحد، مو قلنا؟ وقيمة الـ P1 صفر، الـ P2 هي واحد، P3 صفر لأن احنا فرضناها صفر، والـ P4 اللي هي أساساً موجودة هي واحد. إذا هسه من أجي أريد أحسب الـ M distance، يعني D sub M distance، هالـ D sub M distance من P إلى Q، هذه هي الـ P وأقصد الـ Q هي آخر نقطة نوصلها. إذا هذه ايش قد؟ من واحد إلى واحد. إذا ننتبه إنه إحنا متجاورات رباعية ما عندي، إيش دا آخذ؟ دا آخذ القطرية، تمام؟ هذا الباث الأول، والباث الثاني أيضا متجاور رباعي ما عندي، إذا وين أروح؟ أروح على اليمن على القطري. إذا كم سهم عندي؟ عندي سهمين، معناها إنه هاي الدي سب إم ديستنس قيمتها مساوية إلى اثنين. واضحة؟ واضحة؟ اوكي، هسه نشوف اذا في حاله انه P1 هي واحد وP3 هي صفر، جينا عوضنا واحد مكان الP1، اجي اسوي من جديد، يعني هذه بعد خلاص هاي حاله انتهينا من هسه. الحاله الثانيه هذه قيمه الP هي واحد اساسا، هذه قيمتها فرضناها هسه واحد، هذه قيمتها واحد، الP3 هي قيمتها صفر، والP4 هي قيمتها واحد، اذا جينا على هذا الشكل اللي عندنا. هسه جينا بوع الاسهم، عندي متجاورات رباعيه، اذا اروح على متجاور رباعي. احنا شو تقول الكونكتيفيتي؟ تقول بالنسبه للام، احنا مو قلنا هي نفس قانون الادجسنسي، تقول اول شيء اذا كانت كيو هي ضمن المتجاورات الرباعيه الى بي، واذا ما تحقق هذا الشرط روح على اليمن، روح على الدياجونال، تمام؟ شرحنا بالمحاضرات السابقه. اذا هذا ايش راح يكون؟ راح يكون من واحد إلى واحد أكو عندي باث، ومن واحد إلى واحد عندي باث، بس من واحد إلى صفر ما عندي، إذا يروح وين؟ يروح دياجونال. إذا كم مرة تحركت أني؟ إذا واحد اثنين ثلاثة، إذا طول هذا المسار اللي هو هذا المسار مالتي راح يصير P P1 P2 P4. إذا هذا المسار ايش قد قيمته؟ قيمة الديستنس مالته؟ قيمته ثلاثة. اروح هسه في الحاله العكس، اذا كانت البي 3 هي واحد والبي 1 هي صفر، اروح على الحاله العكس اجي اعوض. احنا قلنا متفقين هذول هم واحد، فقط عندي تغيير هنا يصير، اذا هذا هو الصفر وهذا الواحد. اجيت هنا ما عندي متجاور رباعي، اروح على القطري،
عندي متجاور رباعي، عندي متجاور رباعي. إذا إيش قد الدستنس؟ أيضا هي 3، راح يكون المسار هو بي بي 2 بي 3 بي 4. نجي على الحالة إذا اثنيناتهم مساوين إلى واحد، هذه الحالة اللي أريد أنتبه عليها. ليش؟ لأن هو بالبداية إيش قال لي؟ قال لي إنه الدي صب إم دستنس تعتمد على shortest path، تعتمد على المسار الأقصر. إذا أجي أضوع كلهم واحدات، إحنا من المسار الأقصر قلنا بديج المحاضرة قلنا المسار الأقصر هو الرباعي. ليش؟ الدياغونال يكون بعيد لأنه هو وتر المثلث حسب فيثاغورس، إذا هو راح يكون أطول. إذا من أجي هذه الواحد هي ويا من تجاورها الرباعي ويا الواحد الفوقها، أني يعني أقدر أروح دايركت من هنا، بس هذا المسار ترى أطول من هذا المسار وحسبناه. قلنا واحد تربيع زائدا واحد تربيع تحت الجذر إيش قد يعطيني؟ يعطيني 1.4، مو؟ إذا 1.4 هو أكثر من قيمة الواحد، إذا هاي المسافة بعيدة. إذا راح آخذ الرباعي، هذا هو الواحد وأيضا هذا رباعي، هذا رباعي رباعي. إذا قيمة هذه الدستنس كلها تبدأ من P إلى P4 هي قيمتها 4. واضحة طلاب؟ واضحة طلاب؟ أكو سؤال طلاب؟ طلاب أكو سؤال؟ وأنا شرحت لكم على هذا. واضح دكتورة واضح. أيوة، وخليت لكم هذا المثال. طلاب يوم الأحد أسوي لكم كويز شفهي، يعني أريد أسأل عن المحاضرات السابقة، أريدكم شوية تقرون وأخليكم درجات، تمام؟ ما يخالف، هي المحاضرة يمك وأنا راح أسألك وتقدر تدور بمحاضرتك، بس أريد تجاوبني. ماشي عيني؟ أكو سؤال على هاي المحاضرة كاملة من الأحد لليوم؟ زين ست، ليش مو هوم وورك تسوينا يا افضل؟ يلا نسوي الهوم وورك كيفكم؟ ست هوم وورك افضل من الشفهي. ها هي خلاص اسوي لكم هوم وورك، ادزل لكم ست كل يشارك، اخاف واحد بس عشان ماكو كهرباء تطفاها يعني ست. اي اكيد أفضل. اكيد اكيد والله انا مقدره. تمام ماشي، لعد نسوي لنا فت هوم وورك وعلى اساسه ادزل لكم السؤال وانتم ادزوا لي الاجابات، اوكي؟ على جروب يعني راح تكون الإجابات. لو تريدون على الكلاس روم، خلي على الكلاس روم أفضل حتى ينطيني الكلاس روم أفضل. إيه أوكي، العاد راح أفتح لكم الكلاس روم وأدزلكم الكود مالته ونتواصل. بالنسبة لمحاضرة Lecture 3 خلصت، راح أبدأ ب Lecture 4. Lecture 4 هذه الشير اللي وقفه وأسوي شير جديد. طلاب أريد هذه المحاضرة إحنا بنتكلم عن موضوع جديد اسمه Image Histogram. كلتنا إنا ولع بالتصوير صحيح؟ كلنا نحب نصور من كنا صغار لحد ما كبرنا. هاني اولكم، اكو واحد ما كان عنده كاميرا؟ طلاب مو كنا كلنا نصور؟ اسمع من عندكم، شو ساكتين يوم ايش بيكم هفتانين؟ اي دكتور، هو اصلا احلى شيء التصوير، بس هو يعني اذا كفن فيعني مو كلها تصور، بس اذا صور عاديه اي صور عاديه صور عاديه. نتذكر اكو الكاميرا الديجيتال اللي بالبدايه طلعت هاي كانت غاليه كلش، انه اني من اجي اريد اضاوع على الشاشه من اريد اصور ايش اشوف؟ اشوف جزء الصوره اللي انا اريد اصورها مو، وجزء الاخر اكثر كثافه ضوئيه بصفه. شايفين هذا لو لا؟ كشي يتحرك جوا هواية على شكل اكس واي، شايفيها؟ ما شايفيها؟ لا دكتورة ما شايفيها. ما شايفيها تمام ماشي. هسه انا راح اشرح لكم اول ان شريد اقول وبعدين راح اشوفكم.
احنا بنتكلم عن هيستوغرام، معناها انا عندي دالة تكرارية، يعني انا راح اخذ صورة جراي، وهذه الصورة الجراي ليفل مالتها خلينا نقول هي ممثلة ب 8 بت، اذا هي من 0 الى 255. تمام، اذا انا ايش عندي؟ عندي هذه الصورة، شفنا احنا هسه بهذا السب ايمج اللي قبل شويه شفناه، شفنا 010101 كلها متكررات، معناها اني ايش اريد اسوي؟ من اريد اجي اشتغل على الهيستوغرام. الهيستوغرام هو معناه ريكورد موجود ب الجراي ليفل زائدا تكرارات هذه الجراي ليفل ايش قد، يعني الصفر كم مره تكرر، الواحد كم مره تكرر، الخمسين كم مرة تكررت، المية وعشرين كم مرة تكررت، إلى آخره من قيم الصورة. واضح؟ إذن أنا دا أسوي، أنا دا أفتح جدول، خلي أطاوع المثال، راح أشرح المثال. أنا إيش عندي؟ عندي هذه الصورة، أوكي؟ هذه الصورة فيها قيم، هذه الصورة مثليها بشقد أعلى قيمة إلها 6، معناها مثليها بثلاثة بت بيربكسل. شقد عندي قيمة صفر؟ إذا أجي أفتح ريكورد، هالريكورد هو عبارة عن سجل، إيش بي هذا السجل؟ بي البيكسل فاليو أو الجراي ليفل فاليو ويا من؟ ويا التكرارات، أما أسميها كاونت أو أسميها اتريشن. إذا الصفر كم مرة تكرر؟ أضاوع الصفر كم مرة تكرر؟ هاي مرتين متكرر، إذا هاي مرتين. أجي على الواحد كم مرة متكرر؟ هذه خمس مرات إلى آخره، إذا هذا تشوفوا الجدول اللي صار عندي، هذا الجدول هو اسميه هيستوغرام، اذا هو عباره عن داله تكراريه. جمعت لي هاي الداله التكراريه، جمعت لي النمبر اوف جراي ليفل ويا من؟ ويا الكاونت، ويا التكرارات، ويا الاتيريشنز. واضحه؟ واضحه؟ واضحه. اوكي، اجي هسه انتبهوا على المصطلحات. اجي هسه ايش راح اسوي؟ اجي ارسم. انا من ارسم اكس وواي. بالنسبه الي ك انا دائما اتعامل كرياضيات، ليش؟ لانه كل شيء احنا بنحوله الى مصفوفات، من احوله الى مصفوفه يتحول الى رياضيات. زين، من عندي انا هسه هذا الريكورد هو عباره عن قيم، قيمتين يعني تو دايمنشن، من اجي ارسمهم المعطى هو البكسل فاليو، تمام؟ واللي أنا طلعته هو الكاونت. وين أخلي الكاونت؟ أخلي على الواي. الواي هي الناتج مال الفونكشن، واي تساوي اف اوف اكس، تمام؟ إذا الاكس هي قيمة الجراي ليفل. انتبه، الجراي ليفل وين أخليه؟ أخليه على الاكس، والكاونت أخليه على من؟ على الواي. هسه جينا رسمنا، هذا هو اتجاه البكسل فاليو، أوكي؟ ننتبه ترى والشرح فوق. أنا دا أشرح هنا على الصورة. أجي هسه من الصفر إلى قيمة الواحد، مو قلنا عندنا تكرارات اثنين، جينا سجلناهم اثنين، صحيح؟ صحيح؟ إذا هذا اللي دا أشوفه، هذا المستطيل إيش راح أسميه؟ راح أسميه بن. إذا هذا زيرو بن، بعد ما صار بيكسل، انتهينا هنا بعد ما عندي بيكسل. سابقا من جيت انا مثلته بيكسل فاليو 0 1 2، بس من اجيت سويته داله للتكرار مالته صار لي هذا المربع او المستطيل. اذا هذا المستطيل ايش اسميه؟ اسميه البن فاليو المن للصفر، هذا البن فاليو لل1، وهذا البن فاليو لل3، وهكذا. اوكي، واضحه طلاب؟ واضحه دكتوره. تمام، يعني هسه انا بالشرح ايش قالت لكم؟ قالت لكم انه من اجي اريد اسوي ريكورد لفريكونسي الديستريبيوشن، يعني لتكرارات التوزيع الجراي ليفل اللي موجوده بداخل الصوره. اخذنا صوره 8 بت ممثله ب 8 بت، معناها انا ايش قد عندي؟ 256 مدخل بالنسبه لمن؟ للجراي ليفل. كل واحد من عنده ايش راح اسميه؟ راح اسميه بن. ليش؟ راح ياخذ اندكس من 0 الى 255. اذا انا عندي بالريكورد الاول هو الزيرو اللي ايش قد بي جراي ليفل من هذا الزيرو، والبن 1 ايش قد سجل لي من قيم تكرارات الجراي ليفل بال1
بقيمة الوان إلى آخره حد أوصل إلى 255. هاي معناها إذا أنا أخذت صورة مثلا بثمانية بت، أنا أخذتها بالمثال فشي مبسط بثلاثة بت، وشفنا شون حولنا البكسل إلى بن. هسه نتذكر أنه أنا إيش قلت لكم، قلت لكم أنه إحنا نحول الصورة الجري سكيل إلى باينري باستخدام الثريشولد فاليو، تذكرون؟ هسه إذا أجي أريد أحول صورة جري إلى صورة باينري، أجي أرسم هستوغرام الصورة الجري، تنتبهون علي، أرسم هستوغرام الصورة الجري واختار من عندها الثريشولد باراميتر او الثريشولد فاليو، من هو يعطيني اكثر تكرارات، شوفوا من هو يعطيني اكثر تكرارات، اختاره هو الثريشولد فاليو مالتي واحولها الى صوره باينري. اذا واحد من استخداماته الاساسيه انه اني اقدر من عنده احول الصوره الى باينري باستخدام الثريشولد فاليو. اوكي، نجي هسه على المثال مرة أخرى. جينا إحنا المطلوب من عندي أني أوجد هستوغرام هذه الصورة، ومن هستوغرام هذه الصورة بهذا المثال أريد أحسب إيش قد عندي مساحة الشكل الموجود اللي يحوي على كل قيم البنز. شلون أحسب المساحة؟ حتى أتعلم إنه أحسب المساحة لازم إيش أخذ مجموع كل الكاونت، إيش قد مجموع هذا الكاونت كله؟ 25. إذا إيش راح ينطيني؟ راح ينطيني area under the curve، يعني هذا الكيرف مالتي كله، هذا شكل الهيستوغرام. إذا هذا إيش انطاني؟ انطاني هاي الكثافة الضوئية. تقى سأليني مباشر لا تكتبين. شو تريدين سؤالك شنو؟ اوكي، توقع انه انت تريدين تتعلمين انه الثريشولد، الثريشولد فاليو تسال زميلتكم توقع انه تقول الثريشولد شلون اني اريد احول من عنده الى صوره باينري، تمام؟ هو هذا سؤالك. أني قلت إنه أنا عندي أكثر من قيمة، أكثر من قمة، إحنا دائما نختار القمة هي أعلى تكرار. إذا أنا إيش عندي أعلى تكرار؟ عندي خمسة وعندي هنا خمسة، إذا الأربعة هي أعلى تكرار وعندي الواحد أعلى تكرار. لو جيت أخذت، طبعا هذا دا أجاوب على سؤال تقى حتى أحول هاي الصورة الجري إلى صورة باينري، إذا جيت أخذت أول تكرار، إحنا الثريشولد فاليو كل شيء أكبر من عنده هو واحد وكل شيء أقل من عنده هو صفر، وقيمة الثريشولد هي واحد، تمام؟ تمام طلاب؟ حتى نستفاد من الوقت. ما أسمع صوتكم، أنا مستمرة وياكم، أنتوا وينكم؟ طيات موجودين دكتورة. أوكي موجودين. إذا أنا هسه حسب سؤال زميلتكم توقع شو راح أحول هاي الصورة إلى باينري، فقلنا ناخذ أعلى تكرار، من ناخذ الواحد معناها الصورة كلها راح تصير بيضة، تمام؟ وأنا الصورة كلها بيضة يعني ما تفيدني، لأنه بس قيمة واحدة راح تكون بها صفر، هي قيمة الصفر، لأنه فقط قيمة الصفر اللي هي أقل من عدها، يعني قيمتين فقط والبقية كلها واحدات، معناها الصورة راح تطلع عندي بيضة ما بها information. إذا أنا وين راح أروح؟ راح أروح إلى الأربعة اللي هي أعلى تكرار موجود ب 5، وأشوف هذا التكرار الخمسة كل شيء أقل من عدها إيش راح يكون؟ أقل من الأربعة راح يكون صفارة، وكل شيء يساوي الأربعة وأكبر من عدها راح يساوي واحد. راح أشوف النمبر أوف وانز راح تكون قليلة والنمبر أوف صفر راح تكون كثيرة. إذا وين أروح؟ أروح للتكرار الآخر اللي هو الثلاثة، أعتقد هو الثلاثة يعطيني أفضل شيء. ليش؟ لأنه أنا هنا الصورة هي أصلاً صغيرة، زائد أنه القيم مالتها قليلة متقاربة. إذا الثلاثة هو أفضل قيمة أختارها بالنسبة للثريشولد فاليو، يعني الواحد والأربعة انطوني مرة صورة بيضة، مرة انطوني صورة القيم مالت الأسود هي أكثر، ما تفيدني. أرجع
على المثال مالتي. مثال مالتي العفو ست، بس ليش ما اخذ الاثنين؟ يعني انا اخذت الثلاثه كانت اكثر وضوح، اذا اخذ الاثنين تكون بعد اكثر. لا بالعكس، الاثنين ايش راح تعطيني؟ راح تعطيني عدد الاصفاره اقل والواحدات هوايه، هم راح تعطيني صوره بيضه. المشكله هي المشكله باعي هي وين هسه؟ من توصلون بالعملي للهيستوغرام راح تتعلمون انه شلون تشوفون هاي الصوره تتحول. يعني انا هسه ما اقدر اشوفك، من يشوف لك هاي يشوف لك اياها ابو العملي. انا قبل شوي سالتكم قلت لكم الكاميرات القديمه كان بيها على السكرين من اباوة اباوة انه انا عندي السين المنظر على جهة وعندي الجهة الثانية كثافة ضوئية. الكثافة الضوئية هي هاي اللي دا اشوفها. فمرات شو يصير؟ مرات انه انا اشوف هاي الكثافة الضوئية من اشوف هاي شي متوزعة، معناها انه انا المنظر عندي كلش واضح، الريزولوشن مالته كلش اوكي، الاضاءة صحيحة. بس إذا هذا الكثافة الضوئية كلها متجمعة قريب الصفر، معناها الصورة مظلمة وأنت دا تشوفها بعينك، هذا السين دا يطلع مظلم. فش تسوي؟ تحاول إنه تغير من الشاشة مالت الكاميرا، مو؟ إذا أنا من دا أغير إيش دا أسوي؟ دا أباوع على من على هالكثافة الضوئية، لأنه أنتوا صغار هسا أعماركم متوازي عمر الكاميرا اللي كنا نستخدمها، فأنتوا ما استخدمتوها. ولا أنا عندي واحدة بالبيت كان جبتها وسويت لكم يا عملي قدامكم وشوفوا. من أجي هسه أحاول أغير بمواقع الإضاءة راح أشوف أنه أنا حصل على أفضل هيستوغرام للصورة. هذا هو الهيستوغرام، أفضل هيستوغرام للصورة، وراها أسوي كابتشر، وراها ألتقط الصورة. إذن أنا صرت هسه شنو؟ صرت مصور محترف، مو؟ دا أطلع صورة كلش حلوة. شلون دا يطلعوا هذول المصورين اللي عندنا محمد اللامي وغيره؟ مو طلاب نحن لهاي الايام مال الصور؟ لو ما تحنون ما طلاب وينكم؟ لاست منحن تعلمتوا على الكسل. يلا ما يخالف، كسل يعني مو كسل بالجسم، كسل القعده. مثل ما انا عندي هيستوغرام هسه اريد يمك ورقه وقلم. الورقه والقلم شو تسوي لها؟ تسوي لي جدول. الجدول الاول سميته جراي ليفل صح او بيكسل فاليو. خطط يمك، سوي بيكسل فاليو، واللي بعده سوي لي الكاونت النمبر للتكرارات. خوش سويتوها. هسه نجي على الكولوم الثالث، نجي على العمود الثالث. اريد نحسب cumulative histogram. مثل ما حسبنا histogram أريد أحسب cumulative histogram. من أقول cumulative histogram معناها أنا أريد أشوف الهيستوغرام مالتي اللي هو cumulative. هو عبارة عن cumulative frequency distribution، أيضا هو record. إذا أنا نفسه هو record اللي عندي، هو عبارة عن record of cumulative frequency histogram إما للgray level بالصورة. إحنا مو قلنا، أرجع للمثال، إحنا مو قلنا عندنا هذا هو البيكسل فاليو. نسيت أخلي هاي الملاحظة. أنا قلت هاي مثلا بثلاثة بت، تمام؟ يعني اثنين للأس ثلاثة، إيش قد ينطيني number of gray levels؟ ينطيني 8، يعني من 0 إلى 7. قيمة 7 ما موجودة. من أجي أفتح record حسب number of bit، يعني ايش قد مطيتك اني number of bit؟ 3 معناها الجري ليفل 8، يعني تفتح من 0 إلى 7. موجودة القيمة؟ موجودة. نخليها تكراراتها. ما موجودة ما اخلي 0، ليش؟ لأنه 0 إلى قيمة اخلي داش. خوش؟ واضحة؟ واضحة الملاحظة؟ يعني عندي صورة ممثلة بخمسة بت، معناها الخمسة بت مين؟ يعني معناها أنا عندي إيش قد جراي ليفل؟ عندي 32 جراي ليفل، يعني من 0 إلى 31. أجي أفتح البيكسل فاليو مالتي من 0 للـ31، أجي أبوع على الصب إيمج اللي معطيك يا دكتورة جميلة، راح تبوع على هذا القيم. موجود الصفر عندك هنا راح تخلي له إيش قد تكراراته، ما موجود الصفر تخلي داش، ما تخلي قيمة داش، يعني ما تخلي صفر. واضح؟
الواحد فرضا ما عندك، يفترض انه كل قيمه موجوده اخلي لها تكراراتها، ما موجوده اخلي لها داش، يعني راح اعبرها. اذا لسه قلت لك سوي لي هالجدول هذا، خلي لي هاي القيم وخلي قيم الكاونت. هسه راح افتح قيمه جديده اسميها كيوميوليتيف فريكوانسي، اسميها السي سب جي. السي سب جي اذا اجي هسه اريد احسبها، شلون احسبها؟ راح احسبها من القانون التالي اللي هو عباره عن السميشن من صفر الى جي من القيم، المن بقيم ال H of I. إذن الـ I يتأخذ صفر إلى جي من القيم. هسه أنا أجي على قيمة الـ J، هسه هذه يمك اكتبها بالورقة، قيمة J مساوية إلى صفر، قيمة J قيمتها صفر، يعني أنا وين؟ يعني أنا بالجري ليفل قيمتها صفر، تمام؟ تمام؟ إيش قد كان الهستوغرام؟ كان قيمتها 2 صح؟ قيمة الـ H هذه هي 2. اذا انا السميشن مالتي مين؟ من قيمه اي الى قيمه جي بالصفر هي قيمتها 2. سميشن معناها انا عندي اكثر من حد، هنا انا كم حد؟ من صفر الى صفر، عندي حد واحد هو الحد الصفري. اذا مباشره راح انزل الاتش مساويه الى شقد؟ شقد تساوي لي بالعمود الثالث هنا أنا مساويه الى 2. اجي هسه قيمه الجري ليفل زادت، ايش قد صارت؟ صارت 1. اذا راح يصير السميشن مالتي من صفر الى 1، اجي افتحه راح يصير اتش صب صفر زائدا اتش صب 1. الاتش صب صفر ايش قد؟ الصفر ايش قد كانت عندي التكرارات؟ كانت عندي التكرارات، اسفه كانت عندي التكرارات 2، تمام؟ عندي الماوس دمرني. عندي 2 اوكي، هذه ال H sub 0. ال H sub 1 ايش قد عندي؟ 5. اذا 2 زائد 5 ايش قد؟ 7. اذا هذا وين اخليه؟ اخليه هنا لانه انا فاتحه عمود جديد اللي هو سميته C sub J اللي هو cumulative histogram. اذا صارت القيمه الاولى 2 والقيمه الثانيه 7، اجي على قيمه ال J مساويه الى 2. قيمة الجي مساوية إلى 2، معناها أنا من صفر إلى 2، يعني عندي الآي، عندي الآي صب صفر زائدا الآي صب 1 زائدا الآي صب 2. أروح على المثال، المثال شو يقول لي؟ يقول لي بالصفر أنا عندي 2، بالواحد عندي 5، بالاثنين إيش قد عندي؟ عندي 3. إذا أجمع 2 و5 7 و3 10، اذا راح يطلع عندي هنا بالكيوميوليتيف السي سب جي ايش قد؟ 10، تمام؟ وكانما انا ايش دا اسوي؟ دا اسوي جمع تراكمي المن الى التكرارات، يعني الاثنين نزلتها اجمع 2 ويا 5 7، 5 ويا 3 سوري، ال 7 ويا 3 10، هسه صار عندي 10 ويا ال 4 14، وال 14 ويا ال 5 راح يصير عندي 19، وهكذا. انتبهنا شلون صارت؟ أنا خاله يمي ورقه وقلم ودا اكتب. اوكي؟ ها طلاب وين صوتكم؟ تمام دكتور، تمام تمام. اريد هذا تعيدوا حتى تعرفون انه احنا شلون نحسب كيوميوليتيف هيستوغرام. إذا أنا صار عندي شيء سميته accumulative histogram. الحد هنا أنا راح أقطع المحاضرة. ليش؟ لأنه راح أصير دوخة عليكم. أولاً إنه إحنا بدنا نتكلم عن موضوع بشغل رياضيات، مو؟ أريد تتعلمه أول مرة بإيدك، ورا ما تتعلمه بإيدك راح أجي أكمل على المحاضرة القادمة وأتكلم عن properties للهيستوغرام. طبعا راح احتاج اللي انا شرحته سابقا. اكو سؤال حد هسه على المحاضره ككل؟ طلاب اكو سؤال؟ ما اكو سؤال.
اوكي.